بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. النهاردة هنتكلم عن التنسيق للمرحلة الأولى لعام 2020. طبعا التنسيق من على موقع الوزارة ونزل اليوم. طبعا بيتكلم عن إن بالنسبة لعلم علوم 97.60%، بالنسبة لشعبة علم رياضة 94.40%، بالنسبة للشعبة الأدبية هيكون 79.90%. وهنتكلم عن قواعد اختيار الرغبات 75 رغبة. أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للتنسيق، وتوقف الحد الأدنى للقبول بالشعبة الأدبية عند 327.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 79.90%. بالنسبة للشعبة الهندسية توقف الحد الأدنى عند 387 درجة فأكثر، أي بنسبة 94.40%. إعلان المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات بالنسبة لعلم علوم 97.60%. وقدمت الوزارة التهنئة للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول لهذا العام 2020، والذين تم إعلان نتائجهم يوم الثلاثاء الموافق 4/8/2020. وبهذه المناسبة فقد تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارا من يوم السبت الموافق 22/8/2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020، وذلك وفقا للحد الأدنى التالي: بالنسبة للشعبة العلمية 400 درجة فأقصر، أي بنسبة 97.60% فأقصر، وطبعا عدد الطلبة هيبقى 300 أو 30,855 طالب. بالنسبة للشعبة الهندسية المجموع من 387 درجة فأقصر، أي بنسبة 94.44% فأقصر، أي 16,665. بالنسبة للشعبة الأدبية 327.5 درجة فأقصر، أي بنسبة 79.79% فأقصر، أي 102,165. الإجمالي لمجموع الطلبة اللي هيكونوا مقدمين 149,685. وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وإرشادات ومواعيد تقدم للطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني لشبكة قالت وزارة التعليم العالي أنه في ضوء الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي، فقد تم إنشاء كليات جديدة يتم القبول بها خلال تنسيق هذا العام 2020، بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030. وأوضحت الوزارة تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني: القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت، التنسيق الإلكتروني خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي، طبعا ده موقع التنسيق وإن شاء الله نحط الرابط أسفل الفيديو. سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع. وفيما يخص مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 6 عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي الكمامة، حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة. ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة 7 مساء في آخر يوم للمرحلة، يعني التنسيق هيستمر ل 24 ساعة وهيغلق في آخر يوم. أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني: الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة. مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني: التيسير على الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى. تعليمات هامة لأبنائنا الطلاب: سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة، وعليك اختيار رغباتك. الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك. ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية حتى تكون الاختيارات التي ديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموع المواد المؤهلة النجاح فيها. إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له، فإن برنامج الحاسب سيخبره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم، كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات 75 رقم. في حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال على رقم 19468. يعني لو في أي حاجة وأنا بمدي الرغبات وقفت معايا، فطبعا ممكن نتصل على الرقم ده الخط الساخن للتنسيق. الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: أول حاجة، قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، طبعا هنحطه أسفل الفيديو، بنضغط عليه. لما بنضغط عليه بيفتح لنا صفحة بنختار منها، أو بنقوم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك، وطبعا الرقم السري ده مكتوب أو موجود على شهادة الثانوية العامة اللي فيها بيان الدرجات. قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية، يعني أنا بكتب الرغبات بتاعتي واعملها بالترتيب في من الكليه اللي انا عايزاها للكليه اللي تحت اللي وراها بالترتيب. قواعد واسلوب ترتيب اختيار الطالب: يحدد الطالب اسلوب الاختيار اما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته او بالجامعات. يختار الطالب الكليه او المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب. وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته. يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له. يعني مثلا أنا مفروض أن أنا نطاقي دمياط المنصورة الدقهلية، فمفروض ان انا اختار دمياط المنصورة دالي، ما روحش اختار دمياط الدقهلية وبعدين المنصورة، لا احنا بنجيبها بالتدريج. يبقى يعني مثلا بنمشي بالتدريج الجغرافي، المحافظة الاقرب مش الابعد وبعدين ادور على الاقرب، فاحنا بنمشي بالتدريج الجغرافي، لان لو انا عملت كده ممكن يظهر لي يقول لك ده خطأ جغرافي. يبقى احنا بنجيب المحافظات الاقرب للمكان اللي انا موجود فيه. ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلى. يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها. بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد ومؤرخ بتاريخ وساعة تقديمك. يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك save as
على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة. إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات وهذا متاح لك، اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط، ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به. طبعا أنا لو أنا عدلت الرغبة مرة واثنين بل وعشرة، فآخر رغبة أنا عملتها دي اللي إيه؟ اللي هتحسب ليك وهيجي لك التنسيق عليها. طرق التعرف على نتيجة الترشيح: النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغبات عليه، يعني الموقع اللي هو موقع التنسيق اللي أنا بدخل أسجل عليه ده اللي هيجيب لي نتيجة التنسيق بعد بيان النتيجة. يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاقتراب من الموقع بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية. اعتبارا من تنسيق القبول في العام الجامعي 2020-2021، تم إدراك كليات جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب 75 رغبة، وهي كلية الهندسة طبعا انضاف جداد وكلية العلوم. كما تم إدراك كليات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب 75 رغبة، وهي كلية الهندسة وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات. وسيتم توضيح بيانات هذه الكليات بديل بدليل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لنشر التعليم العالي وتنوعه وربطه بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي واستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتلبية رغباتهم في الالتحاق ببعض الكليات بالتعليم الجامعي. أتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.